متماسك، بالتالي انا متفوق الان ومقدم عرض طيب فريق الكوكب هنا بمرة اكثر بيضاء اما فريق الرجاء. يمكن الحل يجي كره ثابته على اي نادي اشياء نترقبها فيما يلي كره القدم. تسديده قويه هو الشيء اللي قلت الان، يمكن كره ثابته تجيب الحل، وهذا هو الصالحي يعني يتصالح مع الذات ويعيد دفء لمدرجات مركب رياضي محمد الخامس بالدار البيضاء. نظن كرة الصالحي ارتطمت برأس أحد اللاعبين، غيرت الوجهة ويلاحظ يصر بأن يرفع من معنوي اللاعب. الرجاء تمر من مرحلة فراغين، يمكن نقول طاولة هنا شاف إعادة، هنا تسديدة قوية بالفعل، رأس اللاعب عبد الإله منصور لاعب سابق لفريق الوداد. تسديدة قوية بالرغم من المتابعة ديال المحمدي، كانت ديفياسيون يعني غيرت الوجهة كليا. الرجاء تعود من جديد 1-1 1-1 في هذه المقابلة اللي يمكن ترتفع وتيرتفع ما بين لحظة وأخرى. كرة للرجاء علي بامعمر.